الإعلان عن انتهاء زيارة استشهاد الإمام العسكري في سامراء. العمليات تعلن نجاح الخطة الأمنية بمساعدة الوزارات الساندة. الأنظار تتجه نحو كردستان لحل أزمة اختيار الرئيس، والسيد الحكيم يؤكد أن الصراعات الجانبية عطلت العملية السياسية. في عيده العالمي المعلم في العالم يتطلع إلى تقنيات علمية أفضل، ونظيره في العراق يكابد المعاناة وفي جعبته المطالبات. أحيا المؤمنون ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام في سامراء المقدسة وسط إجراءات أمنية وخدمية وصحية مشددة، حيث شهدت العتبة العسكرية المقدسة توافد الآلاف من الزائرين من مختلف المحافظات للمشاركة في مراسيم العزاء، حيث اكتظت بهم الطرق المؤدية للمرقد الشريف لنيل شرف زيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام وإحياء مراسيم استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، معلنين إيمانهم وولاءهم لمسيرته الخالد المعطاء وتضحياته الجليلة في سبيل الله والإنسانية. هذا واتخذت الأجهزة الأمنية والخدمية إجراءات مشددة لتأمين الزيارة، فيما استنفرت الجهات الخدمية جهودها بغية توفير الخدمات للزائرين. بدموع ونحيب لا يضام أحيت الجموع المؤمنة يوم استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام وسط أجواء إيمانية واستنفار أمني وخدمي عاليين. أحمد الزيدي ولديه المزيد من التفاصيل. إلى سامراء المقدسة توجهت ملايين القلوب العاشقة لآل بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحادي عشر من ولد الحسين عليه السلام. فبذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه توجه المؤمنون من مختلف المحافظات العراقية ومن شتى البلدان العربية والإسلامية، وهم يحملون القلوب قبل الرايات لإحياء الأمر ولتجديد العهد مع صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتعزيته باستشهاد أبيه ونصرته بذكرى تنصيبه عليه السلام، ليتجدد مرة أخرى الولاء لهذه العترة الطاهرة عبر صور الكرم المحمدي الذي جسده أصحاب المواكب الحسينية وهم يجودون خدمة وبذلا، لتتحول سامراء إلى كربلاء أخرى تكتب فيها معاني الانتماء لمدرسة أهل البيت عليهم السلام ونهجهم القويم. فالكل قدم ويقدم عبر مشاهد الخدمة هذه سواء كانت لراحة الزائرين أو طبية أو أمنية. لقناة الفرات أحمد الزيدي. هذا وأحيت الجموع المؤمنة ذكرى استشهاد أبي الإمام الموعود الإمام الصابر الحسن العسكري عليه السلام وسط أجواء إيمانية وعزائية خالصة. شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، فمن هذا المنطلق الأئمة عليهم السلام مثلا أكدوا ثواب إذا زرتم الإمام الحسين كذا من الثواب، أقمتم مجلس كذا من الثواب، إذا مثلا أنشدتم شعر كذا من الثواب، كل هذا خطط مدروسة لإحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام. فيوم من بعد يوم نرى أن هذه الزيارات وهذه المناسبات تزدهر. إن شاء الله سبحانه وتعالى نلتحق بركب الإمام المهدي عجل فرجه الشريف ببركة هذه المناسبات الجيدة. أعزي الأمة الإسلامية وصاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر ومراجعنا العظام بمصاب استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
فالحمد لله وشكر، جينا من البصرة لحد ما طبينا السامرة، الخدمات، القوات الأمنية، فكل قصور ما موجود، فببركة أهل البيت وبركة الإمام الحسن العسكري العسكريين ببركتهم إن شاء الله. إلى ذلك أعلنت محافظة صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وذكر بيان لإدارة المحافظة أن محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس لتسهيل حركة الزائرين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وأشار البيان أن قرار التعطيل استثنى الدوائر الأمنية والصحية وكذلك الخدمية. هذا وأعلنت قيادة عمليات سامراء عن نجاح الخطة الأمنية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وقالت القيادة إنها اتخذت عدة إجراءات لتأمين ملايين الزائرين، وذلك من خلال تأمين الحماية اللازمة للزائرين على طول طريق التنقل ضمن قطع المسؤولية من قبل القطاعات الأمنية الماسكة، والاستمرار بالعمليات الاستباقية والتفتيش على الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة لتحديد حركة ونشاطات المجاميع الإرهابية والخلايا النائمة ومنعها من تنفيذ عملياتها الإرهابية لاستهداف حياة المواطنين وكذلك الزائرين. وأكدت القيادة أن جميع الخطط المرسومة قد نجحت ولم تشهد الزيارة أي خروقات أمنية. كشفت مصادر للفرات عن وجود نية لدى مجلس النواب لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل. وأكدت المصادر وجود نية لعقد جلسة مجلس النواب في منتصف أو نهاية الأسبوع المقبل لاختيار رئيس الجمهورية، وذلك للإسراع بتشكيل الحكومة الخدمية المقبلة وتسيير المصالح العامة للناس. فيما بيّنت المصادر عن عزم مجلس النواب حسم ملف اختيار رئيس الجمهورية خلال المدة القصيرة المقبلة، وذلك بعد فسحه المجال للقوى الكردية للتفاهم حول تسمية مرشح رئيس الجمهورية القادم. بحث السيد الحكيم مع السفيرين الفرنسي والبريطاني في بغداد تطورات الشأن السياسي وسبل الخروج من الأزمة السياسية التي يمر بها العراق. وبين السيد الحكيم خلال لقائه السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاليه أن الصراعات الجانبية لن تأتي بجديد سوى التعطيل وإلحاق الضرر بمصالح المواطنين، مؤكدا على أهمية استثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في إعادة الإعمار ورغبته في الانفتاح على الجميع بما يحقق مصلحته ويحفظ سيادته. وأشار السفير الفرنسي خلال اللقاء إلى موقف فرنسا الذي يحترم إرادة العراقيين في اختيار ممثليهم ويقف على مسافة واحدة من الجميع، كما أبدى السفير إعجابه بالتلاحم الوطني العراقي الذي تجلى في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هذا وشدد السيد الحكيم خلال استقباله السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون على ضرورة المضي في تشكيل حكومة الخدمة الوطنية وإدامة الحوار بين الفرقاء السياسيين للوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع ضمن القانون والدستور. وأخيرا دعا السيد الحكيم خلال اللقاء إلى تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا في المجالات كافة بما يخدم مصالح الجميع ويحفظ سيادة العراق. أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هنسبلاس خارت أن الوقت قد حان لجلوس جميع الأطراف العراقية حول طاولة الحوار. وبيّنت بلاس خارت في تغريدة لها أنه بعد جلسة مجلس الأمن الدولي هناك استنتاج واحد فقط، وهو أنه قد حان الوقت لجلوس جميع الأطراف السياسية حول طاولة الحوار والالتزام الجماعي بالحلول الملموسة وإبعاد البلاد عن حافة الهاوية.
من جانبه أكد ممثل العراق الدائم بالأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم في اجتماع مجلس الأمن الدولي أن الجهود ماضية لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب الأساسية. وأضاف بحر العلوم أن العراق يشدد على عدم استخدام أراضيه لتصفية الحسابات ويدعو مجلس الأمن للنظر بجدية في هذا الشأن. ومن انعقاد جلسة البرلمان الأسبوع الماضي بعد توقف دام لأكثر من شهرين وتجديد الثقة برئيس مجلس النواب وانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان إلا خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ممارسة البرلمان دوره الرقابي والتشريعي وقيام لجانه النيابية بأعمالها ونشاطاتها اليومية، وخطوة مهمة في طريق الانفراج السياسي في ضوء الاستحقاقات الدستورية والقوانين النافذة الذي لا بد أن يفضي في نهاية مطافه إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تلبي متطلبات الشعب العراقي الأساسية وتضمن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي للبلد والمنطقة. كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان عن تحشيدات كبيرة لحسم الملفات الخلافية بين جميع الأطراف السياسية. سليمان ذكر أن ما تبقى لحسم ملف الحكومة هو توحيد الرؤى وأن تكون جميع الأطراف قانعة وراضية، مبينا أن التحالف الخماسي في إدارة الدولة يعتبر من الخطوات الجيدة والتي تصب في الإطار الصحيح بين الأطراف السياسية. مع استمرار الحوارات السياسية والتأخر بتشكيل الحكومة، أكد مراقبون أن الخلافات الحاصلة في البيت الكردي تضع العراقيل أمام عجلة تشكيل الحكومة القادمة. وبين آخرون على ضرورة إسراع الأحزاب الكردية بالاتفاق على مرشح الرئاسة والتنازل عن المصالح الخاصة لأجل المصالح العامة. المزيد مع الزميل علاء الطاي. بترقب ودعوة للإسراع في الحسم، الإطار التنسيقي يكثف جهوده من أجل مساعدة الأحزاب والقوى الكردستانية في تسمية مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، والذي بدوره سيكلف مرشح الإطار لمنصب رئيس الوزراء. لكن مسار التفاهمات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والوطني توقفت عند عتبة تمسك كل طرف بمرشحه، فكل المعطيات تشير إلى عدم وجود أي اتفاق سري حول هذا المنصب، وأن الاتحاد الوطني لم ولن يتنازل عن مرشحه الأوحد برهم صالح حتى وإن تكرر سيناريو الدورة الماضية بالذهاب إلى قبة البرلمان بمرشحين اثنين. لا يزال الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمرشحه وهو السيد دكتور برهم أحمد صالح، ولا أعتقد يعني اتحاد لا قاعدة ولا قيادة يتنازل عن مرشحه. العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني شهدت تصدعات كثيرة وكبيرة، وأن نقاط الخلاف أكثر من عوامل الالتقاء، فالتقاطع الحاصل حول منصب رئاسة الجمهورية يعكس عمق الفجوة والتي تؤكدها الخلافات الأخرى حول الإدارة الداخلية للأقليم والموقف من الأحزاب المعارضة لتركيا وإيران، فضلا عن توزيع الموارد والمناصب في بغداد. وهو ما دعا رئيس الأقليم نيجرفان بارزاني إعلان رغبته في عقد اتفاق استراتيجي جديد بين الحزبين، كما حصل في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. الاتفاقيات التي حقنت الدماء وأرست العدالة في إدارة الأقليم حسب وصفه. الرئيس مسعود بارزاني والسيد نيجرفان بارزاني وأيضا حكومة الأقليم، الكل يعمل من أجل تجاوز هذه الأزمة السياسية وتجاوز الخطر على الواقع السياسي الموجود ونحو تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة. ومع سرعة دوران عقارب الساعة ورغبة جميع الأطراف العراقية بتشكيل الحكومة المتأخرة كثيرة، انتقلت الأنظار من الخلاف داخل البيت الشيعي إلى البيت الكردي، والذي بحسمه ستحل الأزمة برمتها. من أربيل لقناة الفرات، علاء الطاي.
احتفل العالم في الخامس من شهر تشرين الأول باليوم العالمي للمعلم تقديرا للدور المهم لهذه المهنة. ومنذ عام 1994 يحتفل العالم بهذه المناسبة بالشراكة بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو ومنظمة العمل الدولية، وكذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للمعلمين. ويهدف الاحتفال إلى إحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين، وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين ومعايير إعدادهم وتدريبهم. دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم في اليوم العالمي للمعلم إلى إيلاء الأسرة التربوية الاهتمام الخاص ومواكبة الأنظمة العالمية. وقال السيد الحكيم في بيان له إن التعليم من أهم مقومات نجاح المجتمعات ونهضتها ونموها، والمعلم هو دعامة هذه المسيرة والحجر الأساس في عملية بناء مستقبل الأجيال. وأكد السيد الحكيم أنه لم يكن المستقبل مشرقا إذا كان المعلم غير مستقر ماديا ومعنويا، ولا وطن بلا مسيرة تربوية علمية رصينة. ودعا سماحته الجهات المسؤولة إلى إيلاء الأسرة التربوية في البلاد الاهتمام الخاص ومواكبة الأنظمة العالمية في نهضتها بواقعها التعليمي. في عيدهم العالمي يحتفل المعلمون في العالم بهذه المناسبة، إلا أن المعلم العراقي يراقب الاهتمام الدولي بالأسرة التربوية على المستوى العالمي، وفي خافقه بعض المعاناة التي لم تحل على الرغم من مرور سنوات عدة من التغيير. المزيد في تقرير الزميل صباح حكيم. في العام 1994 تأسس يوم المعلم العالمي في الخامس من تشرين الأول ليكون يوما عالميا لجميع المعلمين على الأرض. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة توقيع توصية اليونسكو عام 1966 بشأن وضع المعلمين، والتي تحدد المعايير المتعلقة بسياسة موظفي التعليم والتدريب والتوظيف. وتعمل بعض الدول على تكريم المعلم في يومه العالمي تثمينا لجهوده في تقويم المجتمعات وبنائها. نهنئ بشكل خاص المعلم العراقي والكوادر التربوية، ونبارك لهم أيضا بدء العام الدراسي الذي سوف يكون في يوم 12 من هذا الشهر، ونتمنى لهم عاما دراسيا ناجحا وحافلا بالمسرات والنجاحات، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم واطئ هذه الظروف القاسية في بلدنا. وللمعلم في جميع الأديان والمجتمعات قدسية خاصة، لأنه الرافد الأهم في بناء الأوطان والشعوب، ولا يمكن للأجيال أن تكون سوية وقادرة على إدارة بلدانها إلا بفضل المعلمين الذين لا يدخرون جهدا ولا وقتا بتعليم الأجيال وتربيتها. وتعاني شريحة المعلمين في العراق من مشاكل عدة، فهم يبحثون عن الرعاية والاهتمام الحكومي وبما يتناسب ومكانتهم في المجتمع لضمان زيادة عطائهم. حقيقة هذا يوم مميز، هو يعتبر اليوم العالمي للمعلم، وتحديدا نتحدث عن المعلم العراقي الذي عانى معانا خلال هذه الفترة المنصرمة. المعلم بحاجة إلى سكن، المعلم بحاجة إلى ضمان صحي، المعلم بحاجة إلى دورات تدريب، المعلم بحاجة إلى التفات الحكومة لهذا المفصل الخاص. نعتبر على أنه لا تبنى الأوطان إلا بناء الإنسان، والذي يبنى الإنسان هو المعلم. صانعو الأجيال يطالهم الغبن والإهمال على صعيد العراق. أغلب دول العالم التي تعاني الفساد والفقر أو النزاعات العسكرية وانعدام الاستقرار، فيما لا زالت الرواتب لا تتناسب وارتفاع السلع والبضائع، إضافة إلى التدريس في مدارس متهالكة تفتقر لأبسط الخدمات. في يومهم العالمي لا زال معلمو العراق يبحثون عن اهتمام من قبل الجهات الحكومية بهم أو بالقطاع التعليمي.
سيما مع الأضرار الكبيرة التي تعرض لها هذا القطاع بسبب غياب الأبنية المدرسية والمستلزمات الدراسية. صباح حكيم الفرات، بغداد. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب مع رئيس لجنة التعليم النيابية مزاحم الخياط الشأن الجامعي في الدراسات الأولية وكذلك العليا، وذكر بيان لوزارة التعليم أن الجانبين ناقشا عددا من محاور اللقاء التي منها ملف التوسعة في الدراسات العليا، واتفقا على توقيع محضر مشترك يتضمن توصية بعرض الموضوع أمام هيئة الرأي في الوزارة والتأكيد على خطة الجامعات، فضلا عن محور التخصيصات المالية للمؤسسات التعليمية في الموازنة القادمة لتعزيز مفاصل العملية التعليمية وتغطية متطلباتها والمضي بتعديل السن القانوني التقاعدي للهيئات التدريسية. إلى ذلك، استبعدت لجنة التربية النيابية تمكن وزارة التربية من توزيع كتب المناهج المدرسية بداية العام الحالي بسبب التأخر في طباعتها، وقال عضو اللجنة إجواد الغزالي إن وزارة المالية كانت سببا في تأخر طباعة المناهج الدراسية للعام الدراسي المقبل، مؤكدا أن وزارة المالية لم تطلق تخصيصات وزارة التربية الخاصة بطباعة كتب المناهج الدراسية للعام المقبل، ما يعني أن الأخيرة لن تتمكن من توزيع الكتب المدرسية على المدارس بنسبة كبيرة. وبيّن أن المبالغ المالية التي وصلت إلى التربية متأخرة جدا بسبب عدم متابعة الحكومة الحالية لهذا الملف، مما سيؤدي إلى تأخر طباعتها. يقترب العام الدراسي ويكثر حمل الأهالي، عام بلا كتب ولا مستلزمات، وهو ما دفع بذوي الطلبة في واسط إلى شرائها من الأسواق لينصدم الفقراء بغلاء المستلزمات المدرسية مع شحتها. فالح القريشي والمزيد. بعد جولة مضنية بين أروقة مكتبات مدينة الكوت لشراء المستلزمات الدراسية والزي الرسمي، وجد الحاج عاتي والمواطن عماد شدهان ظلتهما هنا، إلا أنهما وبرغم ذلك عادا بنصف المطلوب لارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية نتيجة ازدياد الطلب عليها مع قرب استئناف الدوام الرسمي بنسبة 100% ولكل المراحل. لا يمكن إكمال مطلوب الطالب من هذه العوائل لصعود الأسعار وكلفة الطالب الدراسية، لأنه الأسعار عالية جدا بالنسبة للأقلام للدفاتر للكتب، والكتب اللي هي مستعملة أصلا وما موجودة جديد، فمضطرين أن نشتري ملزمات وكتب جديدة لأبنائنا. ناس كسبة ورعاية اجتماعية ما نتحمل أزيد من طاقتنا، يعني هو راتب الرعايه الاجتماعيه ايش قد 275,000، زين انا 275,000 اوفرها مواد غذائيه للعائله، وانا كاسب لو اشتري بها ملازم وكتب، يعني ما بس رئاسه الوزراء وزاره التربيه وزاره التعليم هذا السؤال. المواطنان السابقان ليسا الوحيدين اللذان يواجهان صعوبه توفير المستلزمات الدراسيه والزي الرسمي، يضاف لهم شراء الكتب المنهجية أو ملازم المواد المختلفة نتيجة عدم طباعة مناهج جديدة. هذا كله يجري في ظل وجود تفاوت طبقي، فضلا عن انخفاض مدخولات شرائح مجتمعية واسعة. كأصحاب مكاتب الصعود صار من بغداد حسب التجار، يعني صعد الدولار صعد ورق فصعدت المواد تقريبا، والصعود شيء مو يعني قدر مناسب يعني حسب ما تقول. اسعار هسه بشكل عام زينه، يعني ماكو فرق عن الاسعار القديمه.
بس يعني اتوقع على الامكانيه، هسه الامكانيه شويه مال المواطنين يعني امكانيه متوسطه. يذكر ان ارتفاع سعر الدولار هو الذي جلب هذا الغلاء، غلاء غير مسيطر عليه نتيجه غياب المتابعه الحكوميه لحركة السوق بحسب مختصين. وتعيش العملية التربوية في العراق جملة من التحديات، في مقدمتها التنافس بين التعليم الحكومي والأهلي وتقادم عمر المؤسسات المدرسية، بالإضافة إلى تأخر طرائق التدريس، وبحاجة إلى حلول سريعة وخطط استراتيجية من قبل الجهات المختصة. من واسط فالح القريشي، الفرات. ختام المرصد، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.